السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع الجماهير المغربية عامة والودادية خاصة. اليوم غادي نتناول موضوع ديال هل أنتم مع إقالة المدرب مهدي النفطي أم ضد الإقالة؟ البارح من سرى الماتش ديال بيترو أتليتيكو والوداد الرياضي في دوري أبطال إفريقيا والتي عرفت نهاية المباراة فوز فريق الوداد الرياضي، فاز بواحد الطريقة اللي هي أقل ما يمكن القول عليها هي طريقة محتشمة. ذلك الفريق اللي هزمه فريق الوداد الرياضي الموسم الماضي ذهابا وإيابا، هزمه في معقله بأنغولا وهزمه هزيمة النكراء في ملعب محمد الخامس. البارح كنشوفوا فريق الوداد الرياضي يعاني خصوصا على الشق الهجومي، وكذلك تكتيك ديال المهدي النفطي لم يتغير. حينما يكون الفريق متقدما في هذه الآونة الأخيرة يحسن الدفاع أكثر من اللازم، في حين هناك فرصة تسمح له بممارسة الضغط وربح الفريق ب حصيله اللي هي متقدمة. يعني في العود من حين نكتشفه بواحد الزيرو أو لا وجوج الزيرو قدروا يربحوا بربعة، قدروا يربحوا بخمسة، لأن فريق الأنغولي هو واحد الفريق اللي هو محتشم، ماشي شي فريق اللي هو مغمور أو لا فريق كبير. احنا شفنا كذلك في المقابلة ديال شبيبة القبائل الوداد ظهر بواحد الصورة محتشمة، ولكن غير تباك البيت شفتوا الضغط الرهيب اللي دار الوداد الرياضي. وتخيلوا معايا الوداد كنت دخل بهذاك الضغط من بدايه المقابله، كي غيكون الانتصار، غيكون الانتصار او موا بواحد 3-0 او 4-0، لان الوداد عنده يعني مؤهلات، والوداد كذلك واحد الفريق اللي هو كبير وكيلعب بالتاريخ ديالو، غير المدرب اللي ما عرفش يعني يستغل الفرصه ويستغل اللعابه اللي عنده. صحيح أن الفريق يعاني في الشق الهجومي، ولكن عنده لعابة أمثال زهير المترجي، أمثال اللافي، عنده لعابة اللي غادي يعوضه، ولكن المدرب مصمم على الفكر التكتيكي ديالو الدفاعي. هناك كذلك أخبار تداولت البارح من مورا الماتش الوداد وبيترو أن الرئيس في مفاوضة مع عدة مدربين، أبرزهم مدرب الجيش الملكي السابق فاندير بروك، كذلك المدرب حسام البدري اللي منابر إعلامية كتقول بأنه حط السيرة الذاتية ديالو لإدارة الوداد الرياضي، كذلك المدرب عادل رمزي المقيم بهولندا، هناك منابر كتقول أنه هو الأقرب لتدريب فريق الوداد، وفيت ليه أنه رفض العرض ديال المنتخب الوطني. كذلك أنباء كتهضر على مساعد المدرب رونار أنه يكون على العارضة ديال الفريق الأحمر، وبالتالي عاوتاني غادي يجي المدرب. هي فيها واحد الريسك، يقدر يتألق من الوهلة الأولى، وقدر يقول لك يلا أنا غادي نبدأ مع الفريق، خاصني واحد 4 ماتشات 5 نتعرف على البطولة، نتعرف على الدراري، نتعرف على الحس التكتيكي ديال كل واحد. والوداد في واحد المرحلة اللي ما كتسمحش ليه هادشي، هذا دابا حنا دخلنا لواحد المرحله اللي ما كتسمحش لا مجال للخطا. ها هو رمضان جاي، وحنا كنعرفوا المستوى ديال اللاعبين كيفاش كيكون في رمضان، البطوله داك العام تلعبات في رمضان، وشنو المستوى اللي ظهروا به عده لاعبين من جل الفرق ماشي الوداد، يعني لا مجال للخطا. وحتى هاد القضيه ديال ثلاثه المدربين في عام حتى هي كتاثر على اللاعبين، كتاثر على المستوى الذهني ديالهم والمستوى التكتيكي والمستوى البدني. والبارح شفنا اللعابه بزاف عاجزين على المستوى البدني، لانهم ما خدموش في اللحظه اللي كان خاصهم يخدموا المستوى البدني. كان معسكر اكادير داز فحال شي كونجي، المدرب مشاق متبع كاس العالم، يعني واحد السوء تسير والعبثيه هي اللي كنخلصوا دابا النتائج ديالها. وكذلك بعض اللاعبين كنوجه لهم واحد الرساله، والرئيس هو كنوجه ليه واحد الرساله، خاصو يكون صارم مع اللاعبين، خاصو يكون صارم مع اللاعبين. راه كاين لعاب اللي كيتخلص من حادي 400 مليون 300 مليون في العام، وكتجي نتا كتجر رجليك، وبنادم جاي ضارب الطريق في الشمس في الشهر جاي باش يشجعك، وانت كتجر عليه رجليك في التيران. يعني كاين واحد اللعاب الله يهديهم، ما بغيتش نذكر الاسماء يعني باش ما نسماش كنكن ليهم شي داغينا، خاصهم يلعبوا ويعرفوا الرسوم، راهم هازين قميص الوداد الرياضي، يعني راك حامل واحد القميص اللي هو ثقيل،
والوداد يلعب لتاريخه وأمجاده. كنتمنى من بعض اللاعبين شوية يبدلوا ديك العقلية ديالهم ويعرفوا رؤوسهم أنهم راه كيلعبوا بقميص الوداد وهذاك القميص راه هو ثقيل. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.